قاعدين نعملها بالعنكبوت. صح يا استاذ؟ يا سليم. هذا الاخ سليم. يا اخ سليم فين في؟ Good morning, everyone. My name is Alexander, as just been said. I'm the head of the ICRC delegation for Yemen. This is Ms. Nancy Hamad, who is the head of sub-delegation for Taiz. And this is Mr. Mukhtar, our friend and colleague from the Yemeni Red Crescent. أنا رح أكون في الترجمة يا شباب. فهو أول شيء بيقول لكم صباح الخير وبيعرف عن نفسه إنه هو اسمه ألكسندر سيد، مدير البعثة في اليمن للصليب الأحمر الدولي، وأنا اسمي نانسي، مديرة البعثة الفرعية في تعز للصليب الأحمر، وزميلنا مختار في الهلال الأحمر في اليمن في تعز. This is only my second day in the city, but I'm extremely concerned, very very shocked by the level of the needs which have been shown since I arrived. أستاذ ألكسندر بيقول إنه هذه زيارته لليوم الثاني فقط في تعز، وفي الحقيقة هو قلق حيال الاحتياجات الكبيرة اللي هو شافها في مدينة تعز. There are so many areas where things have been either dramatically decreased or even stopped. Water, health, the food for the vulnerable, and even stopped as the case, for instance, of the rehabilitation for the disabled. الاحتياجات كبيرة كتير وفي جميع المجالات، في مجال المياه، في مجال الصحة، في مجال الغذاء، خاصة الغذاء اللي ما عم يوصل للأشخاص المدنيين المحتاجين، وحتى بعض انعدام بعض العمل، خاصة مثلا في مجال الأطراف الاصطناعية. Increasingly in the region, so even outside Yemen, there is an increasing food crisis, which is not only Yemen, it's also Somalia and a few other countries around. في المنطقة عامة حاليا في أزمة طعام، لا مش فقط في اليمن، حتى في البلدان المجاورة، في صوماليا وفي البلدان المجاورة في أزمة طعام عامة في المنطقة. But naturally in a place like Taiz this becomes a tragedy. ولكن طبعا هيدي النقص العام في منطقة مثل تعز ممكن انه يوصل الى مرحلة كارثة. So it is vital that humanitarian aid, food and other commodities can enter Yemen to start with. And once they are in Yemen, that they can go to Taiz, but also Sana'a and other places. فمن الضروري جدا أن المساعدات الإنسانية تدخل إلى اليمن عامة، ولما تدخل إلى اليمن عامة أن تستطيع أن توصل إلى جميع المناطق، تعز، صنعاء، وجميع المناطق اللي هي محتاجة في اليمن. So it's really call here to have all these humanitarian aid enter Yemen and reach the places where it's most needed, like Taiz and Sana'a. فمن هون من خلال هذا المنبر نحن بندعي إلى جميع الأشخاص المعنيين في اليمن إنه يسمحوا دخول المواد الغذائية والمواد الإنسانية، المساعدة الإنسانية إلى اليمن عامة. In Taiz we have the ambition to do more. We have already done a significant number of things which my colleague Nancy and Mukhtar are now going to describe. في تعز بعد زيارتنا نحن عنا الطموح إنه إن شاء الله نزيد من عملنا داخل تعز، على اعتبار انه احنا كنا الحمد لله يعني بدأنا في هذا العمل منذ اكثر من سنه ونص، يعني عندنا انشطه كثيره في تعز. راح اعطيكم ولا هيك مختصر مفيد مثل ما بيقول عن الاعمال اللي قمنا فيها في تعز، طبعا بالشراكه مع زملائنا في الهلال الاحمر، واضافه الى ان شاء الله الانشطه اللي راح نحب نعملها في المستقبل. مثل ما انتم عارفين انه الصليب الاحمر في مدينه تعز وحتى في محافظه تعز نقوم بمساعده كل متضررين الحرب من عده انشطه، نحن ندعم المراكز الصحيه، ندعم المستشفيات، كمان بالاضافه في منطقه تعز مشروع الخبز يلي هو عملناه مرحله اولى، مرحله ثانيه، وباذن الله ان شاء الله رح نعمل مرحله ثالثه. ندعم حتى مع سلطات المياه، وإن شاء الله رح يصير هذا الدعم أكثر، يعني إحنا ببعض الاحتياجات اللي شفناها إن شاء الله رح يزيد الدعم. ما بدنا ننسى الدور الجبار اللي إخواننا في الهلال الأحمر اليمني عم بيساعدونا فيه، من خلالهم نحن يعني مشروع الخبز من دونهم
كان ممكن انه ما يحصل. يعني هم ايدنا اليمين وهم الشريك الاول والاخير للصليب الاحمر داخل اليمن. فمن هون انا بحب اشكره لمختار وشوف اذا مختار بحب يزيد اي كلمه. الشكر لكم واشكر حضوركم لهنا داخل تعز وتقييم الوضع اللي انتم شفتوها. ما اقولش ان انا اامل استمرار، انما يعني انتم قدتم مستمرين بالعمل، ان شاء الله نامل انه يزيد زياده. شكرا لحضورك استاذ مستر اسكندر استاذ ننسي على دخولكم وجازفتكم دخولكم الى داخل تعز. شكرا. لو في حد شيء يسأله لك اعتقد انه اللي معنا الان نقاط نرتب على شكرا جزيلا على حضوركم. لا و I have one I don't think we will have. I would like to say two more important things. On the one hand, I would like to say that with regard to Wayas, yes, you know, they have done a great work, and one of the volunteers lost his life, and we think about him. The second thing is that in Taiz, the front line is in the city. Okay, so this is a specific situation. And of course, the risk for the civilian population is bigger in a city. So therefore, it's important that care is taken. And this is something that is really, really crucial. أستاذ ألكسندر حابب يرجع يعيد نقطتين مهمتين. أول واحدة هو دور زملائنا في الهلال الأحمر. هم بيشتغلوا بأوضاع صعبة جدا في اليمن، والكل بيعرف إنه زملائنا داخل تعز لما كانوا عم يقوموا بعملية مسح لتقييم إنساني، للأسف أحد زملائهم في الهلال الأحمر أخوتنا في الهلال الأحمر خسر حياته. فهم تحت ظروف صعبة جدا، عملهم صعب جدا. النقطة الأخرى هي التذكير بإنه محافظة تعز خطوط المواجهة موجودة في أماكن فيها كثافة سكانية كبيرة، وهذا الشيء طبعاً بيؤدي إلى أنه تضرر المدنيين يكون أكبر بكثير. وهذه نقطة هو طبعاً حابب أنه يؤكد عليها، أنه هي ما تسبب في هذا التضرر، وأنه طبعاً الاحتياجات بتكون أكبر. فهذه نقطة نحن أخذينها في عين الاعتبار. And finally, I would like to thank the authorities for their warm welcome and for their hospitality and the good discussion that we had in a very conducive meetings with them. تاني شيء هو حابب يشكر الترحيب الحار اللي احنا وصلنا هنا داخل تعز لما وصلنا من كل الإخوة، وكمان حتى نشكر جميع الأشخاص المعنيين في محافظة تعز اللي هم سهلوا لنا هذه المهمة، سهلوا لنا إنه ندخل إلى المدينة وحتى إنه نعمل في محافظة تعز بالأجمل. فنشكركم جدا أستاذ رشاد، شكرا جزيلا. ونعم. طبعا أستاذ رشاد حابب إنه نفتح مجلس. Two questions. He wants two questions. Okay. شباب أعطيكم في مجال للسؤالين، لا تزعلش مننا لأنه إحنا حابين نتكلم عن كثير. فيمكن سؤال الأستاذ سريع. Actually, I have one question. It's not question or it's like a request only. هو ليس سؤال ولكنه طلب. I'm doing most of assessment of unmutated people. So I have problem with artificial limb. Right now we don't have any artificial upper limb. Yeah. Our problem is with upper limb, right? Okay. Okay, the question is the fact that the rehabilitation center for handicapped has been totally stopped, okay, and now is not functioning anymore, which is a tragedy because we know that many people at the moment, because of the war, are amputated and so on, okay? So this is not a situation that can continue. It is one of the services, most basic humanitarian services that needs to be reestablished. And I can give you my word that I'll do everything in my power to have it restarted as soon as possible. Okay. So on the material for the center, I'll put a special emphasis on it. بس لترجم جواب ألكسندر، طبعا احنا لاحظنا انه مركز الاطراف الاصطناعية للأسف بسبب عدم وجود المواد عم يتوقف عن العمل. وطبعا مركز الأطراف الاصطناعية أو خدمة الأطراف الاصطناعية هي من الخدمات البديهية الإنسانية اللي لازم كل متضرر من الحرب إذا خسر أي طرف أنه تتقدم له هذه الخدمة مجانا.
فهو بيوعدك انه باذن الله رح يبذل كل طاقته لحتى يرجع هيدا المركز يعمل مره اخرى. كيف تصفون الاوضاع الانسانيه التي طبعتم عليها في المدينه وما اكثر اهم الاحتياجات التي قيمتموها؟ Could you please to assess how do you see the situation in the ground, in the city, and also the needs? Well, as I said at the beginning of my presentation, I was not expecting a situation as difficult, to be honest with you. Okay, I've been here for, is my second day now, and I'm really concerned. I'm really concerned because the combination of the general food crisis for Yemen plus the situation of the front line in the city creates a situation which is a humanitarian catastrophe. And I have taken note of that. We have taken note of that. هو حابب يقول لك انه مثل ما ذكر في بداية كلامه اتكلم على انه الوضع في تعز هو قلق مقلق جدا، الاحتياجات كبيرة جدا في مش فقط باليمن ككل حتى كمان في محافظة تعز. وهو باذن الله وهو السبب هيدا انه بسبب انه الوضع شوي مقلق في تعز بسبب وجود خطوط المواجهة القريبة جدا من الاماكن السكنية. عشان هيك عم يكون الواقع في محافظة تعز مقلق أكثر، ولكن هو أخذ هذه الملاحظة وبإذن الله رح يعمل عليها لحتى المساعدات إن شاء الله تصير أكثر. And I will add that this is my first visit, and I can promise you, I hope it's not the last one. We are going to come back, and we are also going to try to mobilize the international community to come back to Taiz. هذه زيارته الأولى إلى تعز، ولكن إن شاء الله لن تكون الأخيرة، ومن خلال زيارتنا إن شاء الله رح نحرص أنه نحرك باقي المنظمات الدولية على أنه كمان تدخل إلى المدينة وتدخل إلى محافظة تعز وتقدم المساعدة. We want the best for Yemen, and we want also the best for Taiz and all other cities that suffer like Sana'a. نحن بدنا الأفضل لليمن، بدنا الأفضل لكل المناطق اللي هي متضررة من الحرب، ليس فقط تعز ولكن صنعاء وكل المدن اللي هي متضررة. بسم الله كبرنا وحفظنا بحار الموت وما وجدنا، فقولوا للعالم أجمع نحن لغير الله لن نركع. قول العالم أن يسمع أيدينا لغير الله لن ترفع. إنها هنا باكون ولن نهلع ولن نجزع لغير الله لن نركع. مفيش وظائف في مصر للشباب، كل اللي هناك ناس عواجيز وناس كبيره في السن ومحدش بيتوظف. كل ده بيسالوني انت عايز تشتغل ليه؟ قلت لهم رئيس مجلس اداره. مفيش شغل خالص في مصر، واحنا عايشين في قحط، والبلد ما عادش ينفع فيها كده خالص. هو تهريج مش ملتقى، دي تهريج. الناس لموا الناس، في ناس ماتت، الاسعاف قاعده تشيل، في ناس اغمى عليه وحريم ومفيش لا مبالاه، لا مبالاه. في دي مش مؤتمر، دي تهريج وبيضحكوا عليه. دخلنا جوه يقول لك، دخلنا جوه يقول لك مفيش وظائف حكوميه، والوظائف خارج كفر الشيخ. طب انت بعت للمحليات بيقول لك داخل كفر الشيخ 11000 وظيفه داخل كفر الشيخ. تحس الناس اشتغلات، يعني هو بيضحكوا علينا. تحس الناس اشتغلات والمنظر والناس، وتحس الناس عجوزه ومفيش ترتيب، واللي معاها كارنيه من مركز الشباب واللي داخل بورق ومحدش عارف ده ايه وده ايه، كله داخل كده محدش عارف هو رايح فين ولا جاي منين. سوء التنظيم يا فندم. هو انا حضرتك شفت بعنايه يا بنت، وده الناس كانت ماشيه بتسال عليه، ينفع يرضي من ده؟
شوف الناس اللي ميتة والبيصار بيصور لك الناس اللي قاعدة عليا وسايب الناس اللي بتنور. بيصور بغض النظر عن البابا بيصور بعدين وسايب اللي قدام البابا الناس بتنور. الناس فيها 10 فيها 10 مراكز. لما قال لك في وظائف المفروض قبل الوظائف يبقى فيه نظام. في نظام. سمعت انت المشوار اللي قال لك ان السيسي منزل اب الكلام ده برضه مش مظبوط. مش مظبوط يا اخواننا في عرض النبي يا باشا. فيه 10 الناس جابت اخرها يا ريس. الناس جابت اخرها. الشعب ده جاب اخره. في 10 مراكز في كفر الشيخ. المفروض لو فيه نظام والبلد عايزه توظف الناس فعلا يحددوا كل يوم او كل 3 ايام مركز. صح كده. كل يوم يحددوا للناس مركز يا باشا. في 3 ايام مركز مش كلهم في مركز واحد. ادي الورقه اهو. ده عم في الشباب اصلا. يعني مش حاجه تليق بالشباب. كله بلا. مفيش حاجه تليق بالشباب ابدا. الناس ماتت قدام البوابه. ماتت بسبب شويه ناس بيستهزئوا بالناس. لا انا ما قدمتش. في زحمه كتير ما عرفناش نوصل. زحمه كتير مش عارفين نوصل للبوابه. هو الموضوع من بدايته لنهايته فاشل. لان كده جايبيننا نزق بعضنا ونبهدل في بعضنا. وطبعا قال لك 3 رغبات مفيش غير هي رغبه واحده اللي انكتبت وانت اديت له صوره البطاقه. هل هو هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ ده طبعا كله كلام فاضي. يعني كانوا بيضربوا في الناس. هم جايبين الناس يضربوهم مش الشرطه تضربهم. والله ربنا الاهل الباب الموضوع ده. احنا ما نعرفش. احنا عملنا اللي علينا وخلاص. والوظايف خارج محافظه كفر الشيخ ودي حاجه صعبه بالنسبه لنا يعني. بس مفيش. احنا كلنا مقدمين عشان هي تبقى في المحافظه. ولا نفسي اتوظف والله عشان الحاله الماديه ما يعلم بها ربنا. كله كلام فاضي. بيرهنوا الناس وخلاص ويتعبونا معاهم ويعطلونا طول النهار ونيجي هنا ما كله كلام فاضي ما لهوش اي لازم. كل ما نخش الشركه يقول لك ما فيش مكان ما فيش مكان. امال جايبيننا نعملونا يضربوا فينا؟ المشكله دلوقتي ان الراتب ذات نفسها ضعيفه ومحذوفه. انت بتقول دلوقتي في مصر ومش في مصر والكلام ده. راجل خارج معاك في المكتب راح اشتغل عامل ب 1800 جنيه اكل واشرب بايه ولا اعمل ايه؟ مالهاش لازمه. ورقه اهوت انا قدمته وجبته رجعته تاني في ايديا ولا ليها اي لازمه. يا دوب اجري على السكه كفرحته وظيفه مش وظيفه والناس بتموتوا بعضها جوه. ومفيش غير 5 6 بس هم اللي هيطلعوا ولا 10. دي بقى مين اللي هيروح فيهم بقى؟ الناس الكبيره هم دول اللي راح يقدموا فيهم. واحنا ناس متعلمين راح نشتغلوا عمال ب 1800 جنيه و2000 جنيه ويقول لك وظيفه مش وظيفه وساعه ما يجي يقول لك قطاع خاص. والله احنا قدمنا فيها الوظيفه على اساس ان هي حكومه طلعت خاص. ده اول حاجه. ثاني حاجه قال لك صوروا ورق وما خدوش ورق. والرواتب قال لك كويسه. طلعت الرواتب 1500 ل 8 ساعات وال 12 ساعه اللي هي الشركه ديت مش عارف 1800 باقي. والله بس المشكله ان هي كلها خارج المحافظه بره كفر الشيخ كله الكلام ده. الله اعلم بقى. اما نشوف احنا قدمنا زينا زي الناس والله. نشوف الدنيا فيها وظايف ايه اللي بيتكلموا عليها؟ وبعدين ده 800 وظيفه ولا 500 وظيفه حتى لو كانوا قطاع خاص. بس يعني قطاع خاص ب 1200 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 800 جنيه اعملوا له واحد متجوز ومعاه عياله ومتعلم وبقى له 10 سنين مستني وظيفه جاي دلوقتي موظفينه يوظفوه قطاع خاص ويا ريت هيوظفوه كمان يوظفوه قطاع خاص وهيدوا له 1000 جنيه ولا 800 جنيه يعمل بهم هم يعني. الموضوع كله زي ما بيقولوا عندنا في الشعبيه فيستي. انا جبت الورق بتاعي بس ما قدمتش. سوء تخطيط فشل. العمليه كلها مقصود منها بس شو اعلام مش اكتر. علاء دسوقي احد الشباب اللي راحوا النهارده لملتقى التوظيف بحثا عن فرصه عمل وانتهى بيه المطاف على سرير في المستشفى العام بكفر الشيخ. احكي لنا يا علاء بقى ايه اللي حصل معاك النهارده من اول ما وصلت للملتقى لحد ما جيت هنا المستشفى. اولا الناس كتير مفيش نظام مفيش كل ده والناس عماله تدق بعضها وكل ده. لقيت نفسي فجاه كده تحت الارض والناس كلها فوق بعض. الناس بتموت وما عدتش شايف قطعت النفس ومش جايه ولا المستشفى هنا. اتمنى فعلا بجد ان فعلا الناس كانت بتشوف الموت بعينيها. والله بجد الناس كانت بتمد يعني قدام عينينا كده وكله عمال يزق في بعض ومفيش نظام مفيش هرجله وشغل كله من غير اي ترتيب. يكون وظائف واحنا عارفين مفيش وظائف. بس المفروض كان كل مركز جي في يوم احنا 11 مركز المحافظه يجيب 11 مركز في يوم واحد في المحافظه. عاوزين يموتونا ولا عاوزين يموتوا الشعب ولا عاوزين ينتجوا مننا ولا عاوزين يضربوا فينا؟ حرام. انا طالع عشان ابحث على وظيفه عشان اوكل عيالي اطلع اموت اخش لهم مجد. يا ايه احكي لنا ايه اللي حصل معاك النهارده وانت رايحه تقدمي في ملتقى التوظيف في كفر الشيخ؟ انا رحت الصبح كان في ناس كتير جدا هناك وهم قافلين البوابات. اما
قربنا من البوابة كانوا يفتحوها يدخلوا شوية ويقفلوا تاني، التزاحم بيزيد والناس عمالة تزق في بعض، وما كانش في تنظيم خالص من الناس بره وكله على بعضه. بعد كده خلاص كنا قربنا من الباب، أبو في قام تزاحم شديد جاي، ما حسيتش بنفسي، كل الناس فينا وقعت وكله داس على بعض.